تعرف كلامها ما بيتسمعش ليه؟ قلت 100 مره مفيش دروس عند الشيخ مصطفى. لو كان اتقبض عليك واترميت في المعتقل كان ايه العمل دلوقتي؟ اشمعنى يعني خايف علينا قوي من دروس الشيخ مصطفى؟ مع انه بيقدم 100 برنامج في التلفزيون، في ملايين بيسمعوه وبيستفيدوا منه. لو نفس الكلام اللي بيقوله الملايين في التلفزيون هو اللي بيقوله لكم في دروسه مش هيبقى عندي مشكله. خالد انت ليه مش عايزني ابقى زيك؟ وانا بتمنى من ربنا انك تبقى زيي. راجل ما بعملش حاجه في حياتي غير اني ملتزم. معنى كده ان الاخوه كلهم كدابين؟ انت هيبتك في الاخوه بقت اكبر من هيبه الشيخ عبد الله ذات نفسه. ليه محسسني ان انا عيل صغير؟ سعد سعد امرك تاخد احمد توديه للشيخ سماح. ما تحركش من هناك غير لما اقول لك. اقسم بالله ان انت مش قائد الجناح العسكري للاخوه. اقسم بالله انا مش قائد الجناح العسكري للاخوه. يعني ايه الكلام ده يا عم؟ انا مش عارف اعمل ايه يا خالد يا ابني. يا ابني حرام عليك انت كده بتظلمها. انا عايز اتكلم معاه. يا ابني ما انت اتكلمت معاها 100 مره قبل كده. ان شاء الله دي اخر مره. أنا عارف إن اللي إحنا فيه ده مش طبيعي، بس مفيش حد بيختار حظه. أنا مش خايف على نفسي، أنا كبرت مش مستني يعني طلقة من التالت عشان أموت. أنا خايف عليك أنت. خالد مش سوي، خالد قلبه مليان قسوة. اللي شافه في حياته خلاه جامد. أنا شفت حياته حتى من قبل هو ما يتولد. أبوه كان اسمه إسماعيل الدجوة. كان راجل غلبان. كان خدام الشيخ عبد الله. وقبله خدام أخوه الكبير الشيخ مروان. وفي يوم الشيخ عبد الله جوز كام واحد من رجالته. جوزهم لستات غلابة من القديم. وكان لصين إسماعيل أخويا واحدة منهم. بس كان حظه وحش. خلفت خالد وهربت في نفس النوم حتى ما رضعتوش. بيقولوا غارتك من حظها جه في الخدام وصاحبتها اتجوزوا اسياد. وكبر خالد في حضن ابوه وكان دايما معاه طول الوقت ما بيفرقوش. ده اللي ربى جواه احساس انه عايز يبقى له هيبه وشأن وسط الاخر. وبعدين اسماعيل اتجوز وخلف احمد وامه توفت بعد فتره. واسماعيل توفى هو كمان. وخالد هو اللي ربى اخوه. وقدر يوفق ما بين دراسته وتربيته لاخوه. خرج من كليه الهندسه بتقدير جيد. الف تصرف وتصرف لخالد الدجوي. خلوه قائد الجناح العسكري للاخر. اصله خالد مش زي العيال اللي تحتيه اللي عندهم هوس الجهاد ومخهم ممسوحه. لا مصايع. خالد عند الاخوه دلوقتي اقوى من الشيخ عبد الله نفسه. انا اعتقلته مرتين. اعتقلته ومشي. طلع كالعاده. محدش قدر يمسك عليه حاجة. رفع قضية في مجلس الدولة وكسبها ورجع لشغله.
زي خالد لو عرضوا عليه رئاسة الجمهورية هيرفضها، اصله عايز يفضل الطاووس، طاووس الاخوة، كل يتفرج على ريشه الملون، يتكلموا عن ذكائه، لو اتكلموا عن عم اسماعيل الدجوي ما يقولوش الخدام، يقولوا عم الطاووس. طب قول له نفسك، واحد زي ده اتجوزه ازاي؟ انت مش خايف عليا؟ ما انا لو اجرح بيكي كنت حميتك من زمان. خالد مفتري، انا خايف عليك وخايف على اخواتك اللي متغربين بعيالهم. ربنا ابتلانا بان قلبه ما حبش غيرك. اشترك في باقات واتشة الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.